في الفيديو ده يا جماعة هنشوف اسعار البطاطس. طبعا اسعار البطاطس النهاردة فيها انخفاض شديد، هو يعني مش انخفاضه ولكن مع ارتفاعها كانت واصلة 5000 البرمة و 5200 جنيه، ولكن هبطت. يعني هنشوف الاسعار يا جماعة في الفيديو. هنعمل لقاء مع الحاج اسماعيل طبعا وهيقول لنا على اسعار البطاطس ويقول لنا على تكاليف زراعة فدان البطاطس. طبعا عارفين انتاج الفدان يا جماعة بيتراوح ما بين 7 طن و6 طن لحد 10 طن، واعلى جودة 12 طن. طبعا 6 طن دي يا جماعة الارض التعبانة خالص، الارض التعبانة يعني مفيش تكاليف اساسا، عشان محدش يعني يقول مثلا ان مفيش فدان هيجيب 6 طن، ده بيجيب 8، حسب طبعا المزارع وحسب الارض، يعني حسب الفلاح اللي بيزرع وحسب نوع البطاطس. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك للفيديو، اللايك بيرفع الفيديو علشان غيرك يستفيد وغيرك يعرف الاسعار. ولا فيها متابع جديد اول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو، وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. انا بحاول افيدك قدر المستطاع. عملنا لقاء اهو هتشوفوه يا جماعة، تابعوا معنا الفيديو للنهاية. الحاج اسماعيل هنا برضه هيقول لنا على اسعار البطاطس النهاردة. ازي الحال يا حاج اسماعيل؟ بكام بعت البطاطس النهاردة؟ انت من 4000 و300 ل4.5 4000 ونص للطن. للطن طيب. البرمة التاجر يا حاج اسماعيل بياخد الطن، يعني بياخدوا طن ولا بياخدوا طن و100 كيلو؟ التاجر لازم اما ياخد عشان يعني يلاقي لقمة عيش مثلا ياخد الطن من حساب 4400. ماشي يا حاج اسماعيل، يعني بياخدوا طن ولا بياخدوا طن و100 كيلو يعني؟ لا ما ياخدوا طن و و70 كيلو. و70 و100 كيلو يعني؟ و100 كيلو لحد 100 كيلو. يعني طبعا عشان الترابه بتاعه، عشان فيها ترابه طبعا. زي ما انت شايف حضرتك فيها طينه برضه عشان الراجل اللي يمشي بمرض الله ياكل عيش. يعني طبعا انتوا بتستنوا لما الارض تشد شويه، يعني ما يجيلهاش شويه طينه عشان البطاطس ما يبقاش عليها طينه ويقل من سعرها، عشان تبقى ايه الناس تاكل الطينه تفرك من عليها. طبعا اما تسيبها تتشمس زي ما انت حضرتك شايف كده، وبعد كده تتعبى في الشكاير زي كده، وبعد كده تتعبى في الشكاير زي ما انت شايف. الله يسعدك، ربنا يسعد الناس. الله يسعدك يا حاج اسماعيل. الله يخليك يا حاج. الفدان يكلف كام فلوس يا حاج اسماعيل زراعته؟ ياخد له مثلا احسبها لك بالكيماوي برضه كل حاجه يعني تجاوز مثلا ياخد له طن و فلوس. فلوس يا حاج اسماعيل يكلفك كام فلوس؟ يعني لو عندي لك الطن ماشي تجاوز. لو عندي فدان بطاطس وعايز ازرع ماشي ملك مثلا، فانا محتاج اشتري التجاوي، محتاج مبيدات، محتاج سماد انا عايزك الاجمالي كله. والله ما يتكلف من 18 ل 20000 جنيه. ده لو ملك. انما لو اتاجر يعني ممكن تاجر في 25 في 25000. انت حاج اسماعيل شايف ان الاسعار ايه؟ طيب يعني كويسه للفلاح هياكل عيش ولا؟ الحمد لله الناس كلها اكلت عيش السنه دي والحمد يعني غير اي سنه من السنوات اللي مضت. ايوه طبعا، يعني السنه اللي مضت كانت البطاطس طالعه 1500 1900 بالظبط، كانت الكارة على حاجه فيها 2200 جنيه صح كده؟ بالظبط كده، وفي ال 1000 ونص. وده السنه دي بسم الله ما شاء الله من 5000 ونص ل 4 ونص ل 6000 لاول السنه، لاول تجليح. اول تجليح يا حاج اسماعيل وصلت 7000 و7000 فعلا. الله يسعدكم يا حاج اسماعيل. الله يخليك. نشوف مصالحك انت، معلش خدنا من وقتك يا حاج اسماعيل. لا حاجه تحت امرك. الامر لله.